اهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو اللي فات عرضنا شويه عروض موجوده عندنا في المالديف. وريناكم فنادق تحفه وفنادق جميله جدا باسعار مش كبيره، عشان اللي في اعتقاده انه لازم عايز بادجت خزعبليه عشان يروح المالديف، الكلام ده مبقاش موجود. انتوا عارفين انه اسعارها رخصت شويه عن ايام زمان، وخصوصا في وقت كورونا، وهي البلد اللي من البلاد القليله قوي اللي فاتحه، فهم عايزين ناس كتير علشان عايزين الناس عايزه تشتغل. النهارده بقى جايين لكم بعروض جامده جدا زي ما وعدناكم لزنزبار تنزانيا. الناس ما تعرفش زنزبار دي جزيره موجوده في دوله تنزانيا في جنوب افريقيا. البلد دي مش بتحتاج فيزا للمصريين، بس تاكدوا انه في شويه تطعيمات كده لازم تكونوا مطعمينها عشان تحموا نفسكم من الامراض اللي بتبقى منتشره موجوده في جنوب افريقيا. جاست ان كيس في ناس بتروح وما عندهاش اي مشاكل خالص، بس احنا عشان نبقى في سيف سايد وما يحصل لناش اي مشاكل في الرحلة بتاعتنا. يلا بينا نشوف العروض الجامدة جدا الموجودة عندنا وحصري فقط في تنزانيا. تقدروا تروح وتقعدوا اسبوع ب $400 بس، اسبوع ب $400. ده طبعا انا بتكلم على الاقامه فقط. طيران لسه هنضيف سعر الطيران، بنشوف عروض الطيران الموجوده المتاحه في الوقت اللي انتوا عايزين تسافروا فيه وبنشوف الاسعار. طبعا الاسعار دي يا جماعه اب اند داون، عشان محدش يبعت لنا يقول لنا انتوا قلتوا لنا $400، فلو مثلا زادوا $500 هيقول لنا ايه ده زادت ليه. طبعا احنا بنشوف الاسعار على حسب التاريخ اللي انتم مسافرين فيه. طبعا الاسعار دي اب اند داون، في عندنا عروض اسبوع تنزانيا ب $400 الغرفه وفيها برايفت باث روم. خلي بالكم في زنزبار هتلاقوا في فنادق فيها شيرنج باث روم، انا الموضوع ده ما حبذوش نهائيا، وخصوصا في الفتره اللي احنا فيها في كورونا وفي الحاجات دي، الدنيا مليانه فيروس، فلا طبعا ما حبست خالص ان انتوا تروحوا حاجه بشيرنج باث روم عشان توفروا فلوس. سوري يعني، ادفعوا $100 زياده او $50 زياده، بس احموا نفسكم واحموا صحتكم وخدوا حاجه فيها برايفت باث روم ليكوا انتوا بس، غرفه ليكوا انتوا بس. كمان عندنا في جوزنز بار ريزورت ده $500، تعالوا نشوفه. كمان سامبا بيتش زنزبار ب $300. عارفين ده مش في الليله يا جماعه، ال $300 دي في الاسبوع، 6 ليالي 7 ايام. الفندق ده بحبه قوي او الريزورت ده اسمه بالفيدير ريزورت، ده $800 في الاسبوع. هو مش رخيص بس تحفه يا جماعه، تعالوا نتفرج عليه. كمان ب $300 كمان في الاسبوع، $300 6 ليالي 7 ايام، اسمها فيلا كيوتا، $300 في الاسبوع. السعر ده في الاسبوع مش في الليله. طبعا في فندق اسمه زنزبار بالاس ب $350 برده، يعتبر مش رخيص بس تحفه برده. وكمان عندنا تماني فيلا ب $500 في الاسبوع. انا كل مره بكرر في الاسبوع، ده سعر توتال في الاسبوع علشان ما تتخضوش من الارقام تفتكروا انه السعر في الليله، لا بكرر كل مره في الاسبوع. السعر ده سعر اسبوع كامل لغرفة دبل. احلى حاجة في زنزبار ان انتوا لو عايزين تروحوا لوحدكم هتنبسطوا، معاكوا حد هتنبسطوا. ليه بقى؟ الناس هناك فريندلي جدا، مجرد ما بيشوفوكوا في الشوارع بيحبوا ان هما يرحبوا بيكم، وعندهم المنتاليتي ان السايح ده يعني بيحطوه على راسهم. فطبعا الناس اللي هتروح لوحدها سواء سنجل او معاكوا حد هتنبسطوا في كل الاحوال، مش هتزهقوا ولا هتملوا، هتلاقوا حاجات كتير قوي تعملوها، هتلاقوا اكتيفيتي تستعملوها، هتلاقوا رحلات كتير تعملوها. كمان غير الاستجمام والطبيعه الروعه اللي هتلاقوها هناك، وكمان هناك الدنيا مش غاليه قوي، فمش هتحسوا ان انتوا بتدفعوا مبالغ عشان تاخدوا اي سيرفيس انتوا عايزينها، بالرغم ان في هناك ريزورت غاليه جدا لكجري، دي هنعمل لها فيديو لوحدها، لانه انتوا عارفين ان انا بحب اعمل هايلايتس على الحاجات اللي هي اللكجري، الحاجات الواو
الواو دي لان انا بحبها وفي ناس شريحة كتيرة جدا بتحب اللاكجري هوتلز دي. فان شاء الله دي اعمل لها فيديو لوحدها كده هنجمعهم كلهم. كل العروض دي لو عايزينها ابعتوا لنا على الواتساب هتلاقوه في وصف الفيديو وهتلاقوه موجود كمان في اول تعليق. الحلقه دي برعايه روما ستاي. اعملوا فولو على الانستجرام واعملوا لايك على صفحه الفيسبوك. ما تنسوش تشتركوا في قناتي هنا على اليوتيوب ولايك للفيديو لو عجبكم. اتركوا لي اي اسئله تخص اي سفر او تخص الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه في التعليقات تحت في الفيديو وانا برد عليها عن يعني بجد على قد ما اقدر. اعذروني لو انا بتاخر على ناس بس برجع في الاخر برد لان بجد الضغط كتير قوي من كل ناحيه سواء هنا على اليوتيوب او على الناس اللي بتبعت لنا على الخاص او على الناس اللي عايزه تحجز. نحاول نساعدكم على قد ما نقدر عشان ترجعوا من رحلتكم مبسوطين. واكتر حاجه بتبسطنا ان انتوا بترجعوا تشكرونا على الرحله التحفه دي وان انتوا ترجعوا تكلمونا تاني بعد ما نظمنا لكم رحله. ترجعوا تكلمونا تاني عشان تسافروا معانا تاني. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. باي باي.